السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم نهار الأحد كالعادة نحكيه على موضوع يخص الإسلام. تكلمنا لحد اللي فات حول الترهيب في الإسلام. اليوم باش نختاروا موضوع ما يطلق عليه بر الوالدين. نعرفوا اللي احنا ياسر المسلمين وقت تحكي معاهم يحكي لك على بر الوالدين في الإسلام، وكأن الإسلام وحده الذي تكلم على مسألة الاهتمام بالوالدين واحترام الوالدين وحسن التعامل مع الوالدين. كثير من الأديان الأخرى تحض على نفس الشيء، وكثير من العادات والتقاليد متاع شعوب أخرى، حتى شعوب بدائية موجودة يعني في إفريقيا أو في أستراليا، يعني التعامل مع الوالدين هو تعامل محترم، بل يمكن أن نقول أسمى من تعامل الإسلام أو ما يدعو إليه الإسلام في التعامل مع الوالدين. نشوفوا احنا أيضا اللي مثلا في شرق آسيا، مثلا في الصين أو في اليابان، تلقى يعني طريقة تعامل الطفل حتى عندما يكبر مع والديه يعني تعامل جدا راقي. بل نشوفه حتى في البحر الأبيض المتوسط، يعني الاحترام للأم يعني احترام كبير، يعني حتى في إيطاليا مثلا يقول لك لا ماما. إذن معناتها هذه الأكذوبة متاع أن الإسلام وحده دعا إلى حسن التعامل مع الوالدين، حتى أن هناك الحديث اللي جاء واحد يسأل في محمد قال معناتها له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، يعني هذه الفكرة متاع احترام الأم، وهنا احترام الأم ليس لأنها امرأة وإنما لأنها أم أنجبت. والإسلام يفرق بين المرأة التي أنجبت والمرأة التي لم تنجب والتي هي ليس أم، وفي القرآن نلاحظ ذلك عندما يتكلم ويفرق بين الاثنين. المهم يعني بعض المسلمين يروجون ويقارنون ما يسمى الإسلام بالغرب، ويقول لك في الغرب يخرج على والديه وما يزورش والديه وما يحترمش والديه، يعني معناتها كلام ليس له أي أساس من الصحة. بل يمكن أن ننظر للإسلام وكيف يأمرك أن تتعامل الإسلام مع والديك. أولا نعرف اللي احنا الإسلام هو ازدواجي، يعني عنده طريقة تعامل مسلم مع المسلم وطريقة تعامل مسلم مع غير المسلم. هذه مسألة واضحة. إذا الإسلام عندما يحثك على البر، ما يسمى البر، نرجع لكلمة البر هذه في اللغة العربية كلمة ياسر زئبقية، وإحنا نعرف أن اللغة العربية هي لغة زئبقية، يعني عندها ياسر معاني. ما معنى البر في اللغة العربية؟ عندها 20,000 معناتها معنى. البر يمكن يكون الصدق، الوضوح، حتى جت كلمة البر. البر يعني الأرض مقارنة للبحر، ومقصود بها زادة يعني التعامل الحسن، ما يسمى الإحسان، وغيرها من الكلمات. يعني البر ليس كلمة يعني واضحة، فهمت؟ ما هيش واضحة، يعني مقصود بها الصدق، ومقصود بها حسن التعامل، ومقصود بها الوصل، ومقصود بها عدة حاجات في اللغة العربية. عندما نرجع للقرآن نلقى أن كلمة بر تقريبا جاءت 20 مرة تقريبا، جاءت بصفة البر والأبرار، فهمت؟ وجاءت حتى بصفة أن الله البر الرحيم، يعني في القرآن نلقى يعني كلمة البر عدة مرات، و جاءت بمعنى بمعاني أخرى، مثلا معناتها وصف الأشخاص المطيعين للعقيدة الإسلامية وللأوامر الإلهية بأنهم أبرار وأنهم في عليين وأنهم كذا، يعني يمدح ما يسمى الأبرار. والذي مقصود به في القرآن وفي الدين الإسلامي هم المطيعين للشرع
الإلهي اللي جاب به محمد، أو نلقاها مثلا بمعنى آخر المقصود معناتها البر هو الشريعة الإسلامية بحد ذاتها، الدين بحد ذاته، فهمت؟ هو مقصود به البر، ومن يتبع هذا الدين يتسمى بار. وعندما نقول يتبعني اتباعه بصدق، وهنا نرجع للغة العربية، بصدق وطاعة وخضوع. عندما نشوف الآية هذه وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لاحظوا أن كثير من الآيات تتكلم على معناتها أن لا تشرك بالله، ويقارن عدم الشرك بالله والطاعة لله بمسألة بر الوالدين، وهي في الحقيقة فكرة الإله وفكرة الرب بحد ذاتها هي فكرة مأخوذة من فكرة رب الأسرة أو الطاعة للكبير، كما مثلا في آية قرآنية وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. يعني نشوف في الإسلام هناك مقارنة بين الله وبين الرسول وبين أولي الأمر وبين طاعة الوالدين، يعني سلسلة متكاملة. يعني لازمك تطيع والديك، تطيع أولي الأمر، وتطيع محمد اللي توصلك إلى طاعة ما يسمى الإله. يعني هذا نجم نقوله، يعني هم المسلمين يقولوا احنا ما نجم مشركين، يعني هذا شرك، نوع من الشرك، فهمت؟ ولكن هم ما يشوفوه شكاكة، يشوفوا اللي ما يقوله محمد هو كلام الله، وما يطبقه ما يسمى أولي الأمر هو نتيجة ما قاله محمد وما قاله الله. وإن الأب أو الوالدين هم يعني يريدون أن يربون أولادهم على طاعة الله. ولهذا هنا معناتها مسألة مهمة، بر الوالدين في الإسلام، يعني لو نشوفوه خاص بالإسلام فقط. يعني كي بوك تكون مسلم وانت تكون مسلم، فهمت؟ يعني هوني الطاعة واجبة. يعني بوك وقت يجي يقول لك صلي لازمك تطيعه، وقت يقول لك صوم لازمك تطيعه، وقت يقول لك اعمل حاجة، فهمت؟ معناتها ما تخص الإسلام هنا الطاعة واجبة. بينما نشوفوا الازدواجية متاع الإسلام، عندما بوك يكون فاسق أو يكون كافر، هنا المسألة يقول لك ما تطيعوش، فهمت؟ يعني يقول لك الآية القرآنية معناتها كان أمر بحاجة تخالف الشرع ما تطيعوش. يعني هنا الطاعة في الحقيقة ليس للوالدين بحد ذاتهم، وإنما الطاعة هي تسلسلية، هي طاعة لأولي الأمر وللرسول ولله في الأخير. يعني أنت مجبور أن تطيع والديك، فهمت؟ عندما تكون أنت مسلم ويكون والديك أن يأمروك بأشياء تخص الإسلام. هذاك علاش مثلا الإسلام يقول لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان أبوك وإن كانت أمك. بل الفقهاء يقول لك كي بوك يكون مثلا فاسق ويقول لك مثلا ما تمشيش تعمل كل حاجه ولو حاليك من الصلاه ما تطيعوش، بل يجوز لك الكذب عليه، رغم اللي البر مقصود به الصدق. يعني تنجم تنافقه وتقول له باهي يعني ماشي عند اصحابي وانت تمشي تصلي في الجامع، يقول لك لو حاليك علاش ماشي تصلي في الجامع، لا يقول لك هنا ما تطيعوش، فهمت؟ ما تطيعوش. يعني هنا الاسلام يعني الطاعة اللي يتكلم عليها واللي يتكلم عليها البر للوالدين عندما يكون فقط في أمر الدين، يعني عندما أبوك يكون مسلم وأنت ويأمرك بأن تطبق الإسلام، بينما أبوك عندما يكون غير مسلم أو فاسق أو زنديق ويأمرك أن تطبق الإسلام أو أن تفتح عقلك أو أن تفكر، هنا عدم الطاعة له. بل يعني يذهبوا أكثر من ذلك، يعني كيبدأ مثلا أبوك مسيحي وماهوش بالفطرة طبعا، معناتها مش يعني مسيحي، نقصد يعني أبوك معناتها من الأصل مسيحي وأنت مسيحي ودخلت في الإسلام مثلا، لا يجوز لك مثلا أن تجلس معه وهو يشرب الخمر، ولا يجوز لك مثلا أن تحتفل بالحفلات، يعني يعزمك مثلا في عيد السنة ما عندكش حق تمشي لأنه حرام. يعني هنا وقت يكون بوك مسلم ما فمش مشكل، وهذا في الإسلام لاحظوها، في الإسلام ديما عندما يتكلم على الرحمة وعلى الصلة وعن الحب وعن الموالاة كلها في تخص المسلم،
أما عندما يكون جارك غير مسلم ولا كافر، وخاصة إن كان مرتد وإن كان أبوه، هنا العداوة، لا يجوز أن توليه، لا يجوز أن توليه، بل ما أنت في بعض الأحيان يأمرك، فهمت، أن ترجعه للإسلام، وإلا يمكن أن تطبق عليه الحد. هنا الإسلام عندما يقول لك لازم نكون أحب إليكم من بكم وأمكم، يعني أخواتكم والأحباء متاعكم، هوني يقدم ما يسمى بالإسلام على صلة الرحم. يعني لو صلة الرحم تخالف الإسلام ما عادش تصبح صلة رحم. إذن هوني الادعاء أن الإسلام يأمر بصلة الرحم وببر الوالدين وبطاعة الوالدين هي أكذوبة، لأنها تدخل في إطار الإسلامي فقط، يعني عندما يأمرك بما يخص الإسلام. وهذه مشكلة كبيرة، يعني حقيقة مشكلة كبيرة، على خاطر كثير من اللي يرتدوا على الإسلام يواصلوا على هذه الحاجة، يعني خافوا باش يقولوا لوالديهم أنهم خرجوا من الإسلام، لأن يخافون أن المجتمع يتهمهم أنهم ما بروش والديهم. في الحقيقة هذه بر الوالدين هي مصيبة زرقاء، على خاطر وقت نشوف الشعوب الأخرى، مثلا الشعوب الأخرى يعني تبرر الوالدين متاعها، معناتها صحيح تبرر الوالدين متاعها، ولكن الوالدين متفهمين، ما يجيوش يفرضوا على أولادهم حاجات، يعني يعطيهم حرية. بالعكس، البو يحب ولده يتحرر، يحب ولده يجرب، يحب ولده يمشي لقدام. وقت يشوف ولده معناتها مرتاح وسعيد يرتاح هو، بينما في الإسلام لا، في الإسلام لازم الوليد ديما يبقى لاصق بوه. معناتها ساعه نشوفوا مع بعض العائلات، يعني بعض معناتها الاشخاص حياته كامله تتدمر على خاطر والدي، لا يسعد مع مرته، لا ينجم يكون اسره، لا يكون سعيد في الاسره نتاعو، مثلا تجي خدمه لبرا ما ينجمش يخرج على خاطر والدي، تجي قرايه لبرا ما ينجمش يخرج على خاطر والدي. عاد هذيا كي انا نضيع مستقبلي، فهمت، معناتها انا معناتها المفروض الولد هو المستقبل، فهمت، وتجي تحكي مع ابوك انا جبتك وانا عملت لك وانا قديت لك وانا كبرتك وانا كذا، هي كبرتني باش تستعبدني؟ هذه هي فكره الاله تاع الاسلام. الاسلام يقول لك معناتها ما خلقنا الجن والانس الا لتعبدوني، يعني خلقك باش يمرمدك، باش يخليك عبد تحته. هذه هي نفس الفكره اللي نلقاها عند الاباء المسلمين، يقول لك انا جبتك وتعبت عليك وربيتك وصرفت عليك، يعني كانها مزيه جبتني، يعني انت جبتني باش انا نضيع مستقبلي كامل ونتخلى على افكاري، ولازمني نتبعك انت باش نكون مرضيك انت، فهمت، تقول لي اللي تقوله لي نعمله، باش نكون مرضيك انت سيادتك، فهمت، ومرضي الرسول متاعك ومرضي الرب متاعك، باش انا نضيع مستقبلي ونضيع حياتي. اذا انا نشوف هذه مساله بر الوالدين في عند في الاسلام هي مصيبه زرقاء، لا تسمح للشباب ان يتحرر، لا تسمح للشباب ان يتطور، لا تسمح للاطفال الصغار ان يبدعون. مثلا وليد صغير يحب يتعلم الموسيقى، ابوه يقول له حرام حرام، شنو باش ولا الطفله تحب تغني، كيفاش تجيب لنا العار، تجيب لنا العار والحشمه ما تغنيش، يعني في الحقيقه ولا مثلا تحب تقرا ولا تحب تكمل قرايتها، واش تعمل بها القرايه، اقعد في الدار تو تعرس وتوراجلك يتلهى بيك. اذا هوني فكره بر الوالدين كذبه، يدعي المسلمين اول حاجه انها الاسلام فقط تكلم على بر الوالدين، وهذا غير صحيح، بل كل الأديان حتى الديانات البدائية تتكلم على احترام الأب أو الأم، ولكن ليس بالمفهوم الإسلامي. الإسلام يدعوك إلى الدمغجة، يعني في الحقيقة لا يدعوك لبر الوالدين لأنهم والدين، بل يدعوك لبرهم لكي تتبع الإسلام، بل يسمح لك أن تكذب عليهم كي هما يكونوا فساق ولا كفار، ويسمح لك باش ما تطيحهمش في امور اخرى، مثلا يقول لك حل مخك وفكر عيش ولدي وشوف مستقبلك، فهمت، لا تقول له لا ما نسمعكش، لازمني نطبق نمشي للجامع ونتعلم الدين ونغطس في الاسلام، يعني هنا ولي ما عادش فما طاعه، فهمت،
صحيح يقول لك معناتها الإسلام لا تقل لهما أفا، فهمت، ولا تنهرهما، يعني هذه طبيعة إنسانية، يعني كل الشعوب، يعني حتى مثلا واحد يصيح على أمه ولا يعيط على أمه ولا يضرب أمه موجودة في كل، معناتها هي حاجة منبوذة نفسيا مش خاصة بالإسلام، حتى في الصين، حتى في الواحد، حتى في أي بلاد أخرى، فهمت، يعني ماهيش مقبولة إنسانيا، غير مقبولة، يعني ما عندهاش دخل بالإسلام يعني. لكن ما يمنعش إن الإنسان يقول لأبوه عنده الحق يواجهه، مثلا طفلة مثلا تقول لأبوها نحب نكمل قرايتي، تقول يقولها لا، يقول له لا نحب نكمل قرايتي، وهنا تعصيه. ما هو الإسلام يسمح باش تعصيه كي يخالف شرع الله، كي يقول لك ما تمشيش تصلي، عندك الحق تكذب عليه، يا سيدي نفس الشيء، ولا معناتها ما تعملش اللي قال لك عليه، نفس الشيء، أنت يا طفل ولا يا وليد ولا يا طفلة تحب معناتها أبوك يخالفك على حاجة، حاول باش تفرض وجودك. تفرض وجودك، صحيح مصيبة، مصيبة يعني في العالم الإسلامي، يعني أخيراً معناتها نشوف في روبورتاج في تونس، يعني الأطفال ينتحرون، لماذا ينتحرون؟ نتيجة هذا الفكر، نتيجة هذه التربية، يعني الأب أو الأم عبارة على رب يراقب فيك، يعني الضرب والإهانة والمحقرانية للطفل، يعني ساعات تشوف مثلا في الدول متاعنا يحقر ولده، أنت بهيم، إيش تفهم منه؟ اللي نقول لك أعمل، أنا نعرف خير منك، وأنت إيش تفهم منه؟ يعني يجعل الإنسان مجرد يعني لا شيء، يعني يكسر له شخصيته، بصير هذا الطفل، فهمت؟ مثلا وقتها يجيب نتائج غير جيدة أو عنده مشكلة ولا حاجة ولا يخاف من أبوه، يفضل الانتحار. يفضل الانتحار على أنه يواصل في هذه المهزلة. لأن يلقى شوفه الطريق بتاعه مسدود، ما عندوش فكرة أخرى، ما يعرفش اللي هذا الطفل عنده الحق يقول لأبوه أنت غلط، أنا مانيش متفق معاك. مش يعني يصيح عليه ولا يضرب، لا يقول له. ونعرفوا اللي احنا في المجتمعات بتاعنا اللي يعني ما يقبلوش فكره انك تقول لبوك لا، كلمه لا ما فماش، كيما الاسلام ما يسمحش انك تقول محمد لا انت غلط، كيما الاسلام ما يسمحش معناتها تقول لربك انت غلط. يعني بالنسبه ليها يعني هي سلسله من الاصنام، الله، محمد، ولي الامر، الاب. يعني الانسان المسلم هو عبد مطيع مستسلم لهذا الفكر الكامل. هذاك علاش الشباب بتاعنا ما يبدعوش، هذاك علاش الشباب بتاعنا ما يتطوروش، هذاك علاش يعني تجي تحكي مع واحد ساعات تلقى العقلية بتاعه كيما عقل جده، ما فماش فرق. بينما في الدول المتطورة والمتحضرة تلقى الوليد طاير على أبوه، بل البو يجي يطلب من ولده باش يعلمه وباش يوريه وياخذ بالنصيحه نتاعو. يعني هذا الحوار من بين الاب والابن في المجتمعات نتاعنا وفي المجتمعات الاسلاميه غير موجود، غير موجود. ساعات نشوف فيديوهات خاصه في دول الخليج يعني كرتونيه، كيفاش معناتها الابن يتعامل مع ابوه، يعني عباره على رب، يعني خاف، يعني وقت يدخل البول الدار نفسي تقطع العلاقة من بين الطفل أو الولد حتى كبير، تلقاه عمره 40 سنة ومازال يعيش في دار أبوه. إرضاء للوالدين، أنا إرضاء، هذا أنا إرضاء، يعني نضيع مستقبلي، مستقبلي أنا، مستقبل معناتها آلاف وملايين ملايين الأطفال من أجل فكرة إرضاء الوالدين. يعني هذا غير معقول، هذه من المصايب اللي يعانيو فيها المجتمعات نتاعنا. اذا هوني نقول للمرتدين على الاسلام، فهمت، يعني الخوف ومواصله الخوف، الفكره بتاع طاعه الوالدين اللي غرسوها فيكم الصغرى بتاعكم، فهمت، وهذا الصنم اللي دخلوه فيكم، صحيح انتم تحررتوا من اله الاسلام ومن الاسلام، ولكن لازمكم سدا تتحرروا من سيطرة الوالدين، وتعلموا اللي لازمكم تفكروا في مستقبلكم، حتى كان والديكم مش راضين عليكم خليه يتفلق،
انت ضربته ما ضربتوش، صحت عليه ما صحتش عليه، اما تعمل اللي تشوفه انت مستحق معناتها صالح ليك واللي هو يخدم مصلحتك انت. حاول باش تفهمه بالسياسه، فهم ما حبش يفهم دبر راسك، ورغم اللي فما كثير يقول لك انا ما نجمش نحكي معاه اصلا خاطر نعرفه 100% ما يقبلش. قداش من وحده ولا واحد يحب يمشي يقرا لبرا، يحب يعرس بانسان معناتها بعيد ولا حاجه، يقول له لا لازم تاخذ بنت عمك، وهذيك ارضاء الوالدين. يعني مساله ارضاء الوالدين اصبحت داخله في كل امور، يعني حتى الماكله. كي امك تقول لك كل هذيك وانت ما تحبهاش لازمك تاكلها ارضاء للوالدين. امك ولا ابوك يحبوك تقرا ميدسين وانت ما تحبش الميدسين لازمك تقراها رضا الوالدين. انت تحب تعرس بواحده اخرى وابوك وامك يقول لك ما تعرسش بهذيك ولا ما تعرسش بهذاك على خاطر معناتها ما يحبوهاش هما، يتسمى ارضاء الوالدين. انت تحب تخدم خدمه بوك ما يحبكش تخدمها، يحبك تخدم خدمه اخرى، يتسمى ارضاء الوالدين. يعني انا عندي طاقات في مجال معين مجبور باش ما نخدمش الخدمه اللي نحبها انا ولا القرايه اللي نحبها انا ولا الشخص اللي نحب نكون معاه انا باش نرضي والدي سيادتهم. هذايا الامر غير مقبول، وهذا سبب التخلف، من احد الاسباب التخلف نتاعنا. اذا نطلب للشباب اللي طالع توا فهمت يحاول يفهم ولا يعمل باش يتحرر من سلطه الاب وسلطه الوالدين، هذا اللي فرضه الاسلام باسم الرب وباسم الدين وباسم الخرافات هذه اللي نتبعوا فيها. نظن الفكره واضحه، ومع فيديو قادم وبسلامه.